قولك ثاقبت انه اول نيسان عيد ميلادها؟ ايه نعم. ان شاء الله يكون اخر عيد هذا. لا الله يطول بعمرك. لا جرت انا بدر الحياه قصاص، يعني انا لا عندي رساله مثل ما بيقولوا هول بيغنوا، ما بيقولوا هول بيغنوا بيغني غنية مثلا عن الارز وعن النيل وعن وين ما كان، وبيقول انا عندي رساله، انا ما عندي رساله، لا انا عملت فن لان ما بعرف اعمل غير شيء. انا فالل بنيسان، زهقت من كل حدا ومن كل شيء وبدي فل. هيك قال مره، ومثل ما اجى عالدني بنيسان فل ريمون جبارة من هالدني بنيسان بشهر الزهر بعرس الربيع. اي انا استاذ ما بقى لي حق كنت تلميذ كنت، لان انا سنت الفلسفة اضطريت هاجر على البرازيل، يعني ما معي شهادة فلسفة، عامل فلسفة مع البرك برمير بارتي اسم اول، يعني فلسفة اسم تاني ما معي. هالمسرح المؤلف المخرج الممثل الكاتب المبدع الساخر حتى الدمع اللي بيعترف انه ما معه حتى شهادة الفلسفة لكنه صار اهم استاذ جامعي بمعهد الفنون بعد ما اجتاح ريمون جبارة المسرح اللبناني مثل شهب نار، مثل ضوء عخشبة ليل، تيخلق اسلوب تمثيل جديد ومتطور وعالم مسرحي حقيقي راقي عالمي، ويحول المسرح اللبناني لحالي ما بتشبه اي مسرح تاني بهالمنطقة. مرة طلعت لعند ريمون باخر وقته كان بالتخت وكان عم بيضيع كتير عم بيضيع، حتى مرات أفراد عيلته كان عم بينسى يعني عم بيضيع فيهم. وطلعت أنا وزملاء لإلي وكمان مرتي طلعت مع، أنا عرفني دغري يعني، ولكن اللي كانوا معي ما عرفهم. قلت له ريمون عرفت مين في هون؟ أنه مرفقينه كل حياته يعني. صار يقول لي إيه هيدي ماريا وهيدا رجل اثنين، يعني صار يسميهم بشخصيات مسرحيات كتبها من قبل بعدهم موجودين براسه، بتفهم الشغف من هون. شو بينحكى بعد عن مبدع انحكى عنه كل شيء وانكتب عنه أكتر من كل شيء؟ دخلك ستي، فينا نفتح معك الخط تنسألك شو أخبار ريمون جبارة من صوبك؟ لو صحيح فيني موت أمثل، بحب التمثيل. كان كممثل من الممثلين المهمين والقادرين والبارزين، له حضور على المسرح، حضور طاغي. كان هو كتب، هو ألف، هو عمل إخراج. تحت رعاية زكور كانت نقلة كتير مهمة، المسرحية أخذت بالآخر تلت ساعة صالة كاملة واقفة عم تزقف. ستي مش عم ترد، يمكن لأنه ريمون جبارة عم يدربها على التمثيل، هالشغوف بالمسرح يلي بقي وحتى آخر لحظات العمر عايش هاجس المسرح وحامل هالخشبة مثل صليب على الكتاف اللي تعبت من أحمال الدنيا، بس بقي ناطر بعنفوان لحظة الحرية وحصل عليها وصار مطرح اللي نطره من سنين وسنين. مش قادر، ما بعرف أوصفه، يعني كيف توصفي بيك؟ وصفي لي بيك لشوف. ما شفتي كيف؟ بس بسأل حالي أنا دايماً، يعني أوكي كان في ناس كتير بتحبه وبتقدره وبتحترمه، هل يا ترى كان في ناس بتفهمه مزبوط؟ شو بينحكى عن مبدع كل العالم اعترف بإبداعه، ووحدة الدولة اللبنانية تناسته مثل ما بتتناسى كل مبدعيها لتنصرف تتهتم وتغنج مخربيها. لكن شخص مثل ريمون جبارة بحاجة لهيك دولة لتكرمه بعد ما صار المبدع المكرم عند آلاف من تلاميذه، وبعد ما صار عالمي وتاريخ بتاريخ المسرح اللبناني. شو قولك ستي؟ ايه زعلان علي، اكيد بدي ازعل علي. بيجي بقول ريمون جبارة ما رح يموت، يعني ريمون جبارة ما بيموت، حتى لو مدفن ما بيموت، نحن منكفي لا ريمون جبارة راح راح وشغلي فائدة كتير يعني، وما راح مخلف، ما حدا في كفي، أنا ما فيني، أنا شخصيا ما فيني، اللي بيقدر والله كتر خيره، أنا ما فيني، ما بعرف، ما بوصل له، ما بوصل لضفر إجره. ألو ستي، نقطع الخط، ما عاد في لزوم نتصل بستك ريمون جبارة، صرت عندها وصار فيك تحكي معها بالمباشر، وصرت الحرية والحرية صارت أنت.